رجعنا بقى للفقرة الحلوة اللي كل الناس بتستناها. سيد هنلعب الدارتس. دارتس يعني خد ثلاثة كويسين اهو. ثلاثة خد اهو. لو دي أسئلة من الجمهور والله مالناش دعوة بيها. لو جبت في يعني نشمت في الأسود هيبقى سؤال صعب. لو الأبيض سؤال سهل، لو الأحمر وسط، والأخضر أنت اللي هتسألني أي سؤال أنت عايزه. إن شاء الله كلهم. محدش بيجاوب في الأخضر خالص كده. يعني أنا بص حظي الحمد لله. يلا. بسم الله. سؤال سيد على فكرة أشول إيد ورجل. شكرا. أيوة. ماشي. لازم تثبت الأول. أيوة. 11% من الناس اللي عايشة في العالم شول إيد. 11%. أنا من 11% الحمد لله. ده الأبيض ده مش سهل خالص. مين الأقرب للفوز؟ ده أسود خليني. مين أسود؟ مش أسود؟ ماشي خلاص. حلو. انت راجل اونست، راجل صريح. مين افضل ظهير ايسر في تاريخ مصر؟ في تاريخ مصر في تاريخ. ناس في ناس كتيره جدا. بس انا من وجهه نظري يعني هقول محمد عبد الوهاب لانجازاته الكبيره جدا في وقت قصير جدا. الله يرحمه عبد الوهاب كان واحد فعلا من افضل باكات ليفت يعني في تاريخ مصر. يلا واحد تاني. الله يرحمه عبد الوهاب. انت بتقرب كده ليه يا عم؟ ارجع شويه. هبعد ايه؟ استنى. خلاص مش هتوصل لو بعدت. ماشي. ها يا ساتر. اسود تاني. هروح. انا خايف. ايه حكايه خلافك مع طارق السيد؟ وهل الموضوع تطور الاشتباك بالايدي فعلا؟ لا عادي، كان ده خلاف طبيعي في ماتش يعني. ممكن يبقى كان انا عارف ان كان زمالك بعض. كان زمالك واسماعيلي وماتش كان احتفال حاجه كده يعني. ماتش ودي يعني؟ ماتش ودي. وانت باك ليفت هو باك ليفت وحد راح بس التاني. انا كنت بلعب كورنر من الناحيه الثانيه. فبعمل كورنر هو دخل فيا دخله جامده شويه فخدت حقي بعدها يعني. طب هل كان في خلاف سابق قبل كده ولا هي الكوره دي بس؟ لا الكوره دي بعد كده صالحته عادي؟ بس خدنا وقت شوية. يعني خدنا وقت لان انا يعني حصل موقفين ما عجبونيش بصراحة. وهي ان انت يعني الاهلي والزمالك في الوقت ده اعلاميا كانوا مؤثرين بشكل كبير جدا. فيعني حسيت ان لما رحت الاهلي بقى لا يعني انا كنت في الاسماعيلي وقتها. فحصل علي انا هجوم كبير جدا. مشكلة حصلت بين اتنين لعيبة بس انا الوحيد اللي دور عليك مكانة. طارق كان فانا بصراحة يعني انا راجل مسالم يعني. يعني ايه ممكن حتى لو اتخانقنا مش لدرجة ان الاقي كل يوم حد منزل لي مقالة بيتكلم عليا انا بس. زعلت يعني من توابع الموضوع طبعا. انا الحقيقة هو طبعا طارق واحد من افضل الباكات ليفت الحقيقة برضو اللي جم. وبعد كده لا طارق كان معايا 2008. يعني احنا البطولة كلها كنا مع بعض. بس في الوقت ده كنتوا كويسين مع بعض. كنا كويسين جدا. طارق يعني الحقيقة طبعا واحد من الحمد لله ان ربنا نجاني يعني وطلعت سليم من البطولة. الحمد لله. ودي وده انجاز اكبر من انجاز كاس الامم. يعني طارق السيد يبقى عندك احتياطي ده وان انت تطلع سليم ده حاجه. الحمد لله. والله ابو العيله مره لعب باك ليفت ماتشين بجد والله. ابو العيله مره في الزمالك مدرب اجنبي كده ولا حد فكر ان هو يلعب باك ليفت ماتشين وطارق السيد قعد احتياطي. كان ابو العيله عندهم محل ازاز كده في ميدان الجامع دخل في ازاز رجليه كلها اتقطعت. ما انا بقول لك انا كنت وقتها الحمد لله طارق السعيد ركبته باظت. يعني الاذكار كانت عشان بس برضه بس خلي بالك انت برضه مش سهل يعني خلي بالك يعني انت برضه لا انا يعني بمشي جنب الحيط شويه الحمد لله. اخر واحده سؤال كمان يا رب توصل جامد. اسود ايه يا عم؟ انا اول مره اشوف حد كده. ماشي اهي اخر واحد سؤال اسود صعب تاني. مين الافضل جيل الاسماعيلي 2002 ولا جيل الاهلي 2005؟ 2005 ولا 2008 يا شباب؟ 2008 2008 اسف. 2005 ده كان قبل ما اروح. ده من الجيل اللي حقق انجازات. ايه الجيل الافضل؟ انت لعبت مع الجيلين. يعني انا لحقت ناس فيهم في الاثنين. يعني لحقت كمان نحاس بركات وفتحي لا عماد ما لحقتوش في الاهلي يعني لحقته وقت قصير كان مصاب فيه. انما انا يعني اعتقد ان جيل النادي الاهلي برضه
كان مختلف لان هو كان مكمل مع المنتخب. ده الفرق ان يعني وقتها اللعيبه دي كلها كان فيها مثلا في تشكيله منتخب مصر 7 أو 8 لعيبه اساسيين. طب وليه مثلا، طب سؤال برضه ليه مثلا الجيل الاسماعيلي الجيل اللي انتوا كنتوا موجودين فيه 2002 وكان جيل عظيم جدا، ليه ما كانش الجيل ده بيمثل المنتخب؟ هل اختيار اللعيب الاسماعيلي اصعب؟ دي كانت حاجه غريبه حتى يعني، لا ده بالعكس يعني، حتى الوقت الكابتن محسن صالح مسك فيه منتخب مصر كان العدد برضه ما كانش زايد بشكل كبير، وهو اللي كان المدرب وهو اللي حقق البطوله دي. هل انت شايف ان المدربين ساعات في منتخب مصر بيحاولوا يعملوا توازنات ويبقى معظم اللعيبه موجودين من الزمالك والاهلي حتى لو في انديه ثانيه مميزه؟ والحقيقه انا مش شايف ده معايا، لان انا شايف يعني في 8 لعيبه من بيراميدز ومعانا دلوقتي مش موجود خالص بغض النظر عن اسم النادي اللي انت موجود فيه، وهتلاقي عدد من النادي الاهلي وهتلاقي عدد من نادي الزمالك. انا اتكلم مثلا عن فتره كابتن حسن شحاته، لا يعني كان في لعيبه كتير من الاسماعيلي ولاعيبه اساسيين في الفرقه يعني، فالامور دي حمص واحمد فتحي وحسني، فكانت الامور عاديه. طب تعالى بقى اكتب لنا تشكيل، ما دي اصعب حاجه ما. يعني انت بس لازم ما انا عارف منها صعبه مبدئيا، احنا هنعكس عشان انا هكتب من هنا. صح ماشي هنكتب اهو المدير الفني التشكيل الامثل لمنتخب مصر او التشكيل افضل 11 لعيب مثلوا مصر اللي انت شفتهم. هي النقطه برضو يعني، انت قلت الفرق بين الجيلين والافضل، هم الجيلين دول اللي انا يعني مثلا اما هقول ناحيه اليمين واحد فلازم اذكر الثاني يعني. انا اقول لك تشكيل بس انا يعني لازم اقول الثاني يعني. ماشي قول الثاني بس يعني انت المدير الفني خلاص هتحط تشكيل دلوقتي، التشكيل ده هو اللي هيبدا يعني. ده الحضري طبعا يعني، احمد فتحي حضري فتحي فتحي، ولازم ما انساش اسلام الشاطر. اسلام الشاطر معايا في الاسماعيلي كان حاجه كبيره، كان اسلام كان لعيب كبير بصراحه. وائل جمعه، جمعه من اهم اللعيبه في تاريخ مصر في الحته دي ويمكن افضلهم. انت رايك ان وائل يعني احسن بشعر ولا من غير شعر؟ وائل انا كل اللي قابلني يقول لي هو زرع فين؟ اقول له يا جماعه وائل ما زرعش، طول عمره عنده شعر بس هو كان شعره ابيض طول عمره. انت عارف ان هو حلقته دي فرقت معاه ليه؟ انت لما بتحلق قرع بيعمل لك كثافه في الشعر اصلا، فوائل قاعد يحلق 15 سنه انت فاهم، فدلوقتي شعره دلوقتي لما بتشوفه لما بتشوفه في الاستوديوهات دلوقتي بتستغرب من شكله؟ لا لا خالص يعني. انا اول ما بشوفه بقى لا والله العظيم بشوفه بحس ان هو مش ده وائل جمعه خالص. وائل جمعه واحد من طبعا من افضل المدافعين اللي جم في تاريخ مصر. وطالما بتلعب باربعه يعني في اتنين بس انا ما ينفعش احطهم في الطريقه دي، عماد النحاس وهاني سعيد يعني طبعاً. الاتنين من افضل اللعيبه اللي بس هاني على فكره لعب في اربعه شويه يعني ما كانش بيجيدها زي الليبرو، بس هاني لما لعب في اربعه لا في اربعه ما كانش وحش يعني. قول لي يعني انا ممكن هختار واحد يعني يمكن من اهم اللعيبه في تاريخ مصر بس هو اثر في حق نفسه شويه، ابراهيم سعيد. وانا بتفق معاك يعني كان عنده ان هو يبقى في حته ثانيه خالص يعني، لكن هو برضو يعني عارف يا سيد انا عايز اقول حاجه. انا دايما انا معاك في الكلام اللي انت بتقوله، لكن دايما بزعل قوي لما الناس بتحاول تقلل من الناس يعني. ايه لا يعني مثلا في ناس ايه يقول لك ايه يا عم انت ده كان ممكن ماشي كان ممكن يبقى احسن من كده بس لكن هو عمل حاجه كويسه يعني. ابراهيم سعيد لعب للزمالك والاهلي ولعب للاسماعيلي ولعب لمنتخب مصر وفاز ببطولات وكل الناس بتشهد له ان هو كان واحد من احسن اللعيبه ومن اصغر اللعيبه اللي لعب الدولي برضه. فانا بزعل قوي عارف يا سيد ان في ناس مثلا ايه بالذات على السوشيال ميديا وكده ان هم ايه يحاولوا يقللوا من يعني ساعات في ناس كتير جدا اللي هي كاتبه لعمرو زكي بس انت يا عم كنت طب ليه عمرو زكي ماشي كان ممكن يبقى احسن بس كان كويس قوي وعمل حاجات كويسه قوي واحد من احسن. حتى لو عليك ملاحظات او عليك اي حاجه ممكن اقولها بس اقول الحاجات الكويسه اللي انت عملتها. ابراهيم طبعا واحد من افضل اللعيبه يعني كان لعيب سابق عصره. عبد الوهاب الله يرحمه، الله يرحمه واحد من اهم اللعيبه، حقق انجازات كبيره مع منتخب الشباب، منتخب العسكري، المنتخب الاول، النادي الاهلي في وقت قصير جدا، ودي ما فيش لعيب كره في مصر عملها. الكره المصريه خسرت واحد من اهم الباكات ليفت وواحد من اهم الشخصيات يعني الشخصيات. واحد كان شخصيه جميله يعني الله يرحمه. نص الملعب دي عندنا مشكله يعني عندك شوقي، عندك حسني، عندك حسام غالي، عندك احمد حسن، عندك حمص من اللعيبه المؤثرين بشكل كبير جدا، بس انا يعني هاخد غالي وحسني.
ايه رايك في موضوع رحيل حسام غالي عن الجونه يعني، ولا انت ما عندكش خلفيه عنه؟ لا عندي خلفيه، حسام من الناس القريبه بالنسبه لي. حسام في اي مكان اضافه كبيره جدا، واتمنى يكون في المكان المناسب بالنسبه له خلال الفتره. نجح في الجونه بشكل كبير يا سيد، صح؟ طبعا يعني طبعا. اثبت للناس كلها ان هو مدير كره ناجح، وان هو عنده هدوء، وان هو على عكس الناس كانت متوقعه ان هو ما هيخش في مشاكل. حسام عامل زيك كده في يعني، ما تاخدوش من بره يعني، اعرفه بكل تفاصيله، ما تاخدش الشكل العام من الاول كده. انت اي حد بيقلق مثلا من حسام يقول لك شخصيته شخصيته، لا اتعامل معاه ولا هتلاقي اي صعوبه، ولا هتلاقي، طالما انت بني ادم بتعامل يعني بوضوح هتلاقي التعامل كويس جدا. وانا رايي ان حسام كان محتاج وقت راحه يعني، هو كان برضو تحت ضغط كبير جدا، لان مش سهل طبعًا. ان انت في الظروف الصعبه، وان انت المسؤول، وان انت اللي هتطلع على المسرح، وفرقه ده بتنافس على الهبوط طبعا، فهو محتاج راحه يعني. انا مبسوط لحسام ان هو دلوقتي يعني استراحه محارب، ان شاء الله بعد كده ياخد القرار الصح في اي مكان. زي ما انت قلت حسام هيتواجد فيه هينجح فيه، واي مكان يعني يتشرف بوجود حسام غالي فيه. اكيد طبعا. هنلعب بثلاثه وفيرود صلاح اكيد طبعا يعني هنا برضو يعني تريكا طبعا مفيش كلام ماشي. هنا برضو مفيش كلام، بركات وتريكا وصلاح يعني ثلاثة طبعا لعيبة كبار. في طبعا في المركز ده لعيبة كتير قوي جت في تاريخ مصر جداً. يعني كتير كتير جدا، وكتير انا لعبت معاهم يعني. خلينا نقول ان انت اخترت اكتر اللعيبه يعني اللي انت لعبت جد من احسن اللعيبه اللي جت في الحته دي ولعب فيها، وكان مؤثر بشكل كبير جدا في الاهلي والمنتخب. في لعيبه كتير، بس انا بتكلم على يعني اللي انا خلينا نقول ان ده التشكيل التشكيل اللي عبد الوهاب اللي اسف اللي سيد لعب معاه. ماشي كده هتبقى احسن بكتير. ماشي يعني هنا في ناس كتيره جدا، بس انا يعني يعني هختار متاب يعني. في عمرو زكي، في زيدان، في ناس كتير جدا. لعبت في الاسماعيلي مع محمد صلاح ابو جريشه، لعبت مع يعني لو قلنا على لعيبه محترفه، انا لعبت مع اوتاكا، لعبت مع خالد بيبو، اسماء كتيره جدا يعني. اسماء كتيره جدا، بس اعتقد ده من وجهه نظر يعني متعب كان راس حربة كبير يعني. التشكيل ده ممكن نكسب اي حد بصراحه. حضري وتشكيل سيد معوض لافضل تشكيل يعني، هو لعب معاه التشكيل اللي هو لعب معاه بشكل اكبر طبعا. الحضري، احمد فتحي، جمعه، ابراهيم سعيد، وعبد الوهاب الله يرحمه، حسام غالي، وحسني عبد ربه، تريكا، بركات، وصلاح، وعماد مدحت. نورتنا يا سيد، ربنا يخليك. وبتمنى لكم التوفيق طبعا مع منتخب مصر. عندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني المنتخب واللعيبه اللي موجوده، ان رغم البدايه اللي كانت صعبه للظروف اللي كانت موجوده، الا ان شاء الله كابتن حسام البدري وجهازه قادر على انه يحول الدفه لمسيره التصفيات بتاعتنا، وان شاء الله ان شاء الله ان منتخبنا قادر على التاهل لتصفيات لكاس الامم الافريقيه. ولازم كلنا نتكاتف ونتحد خلف منتخب مصر وخلف فريقنا، وننسى كل الخلافات ونفضل موجودين ورا المنتخب، وننسى كل الانتماءات ونفضل موجودين ورا المنتخب. سيد نورتني وشرفتني.